دابا غادي نتكلموا على لا فورماسيون، يعني شنو خصني نضبط وانا كنقرا الماركتين، شنو هما الامور اللي خصني نهتم بها ونقرا عليها ونبحث فيها ونديفلوبي راسي فيها. الماركتور كيخصو يكون كيفهم مزيان في لا بسيكولوجي، علاش؟ لانه كيدرس لو كومبورتمون دو كونسوماتور، وكيخصو يكون كيعرف كيفاش لو كونسوماتور كيريفليشي باش يقدر يتعرف على الحاجيات ديالو ويقدر يلبي له الرغبات ديالو، ويكون ديما في المستوى البرودوي، يخلي ديما البرودوي في المستوى ديال المتطلعات ديال داك الكونسوماتور، يكون ديما راضي عليه وعاجبو الحال. لا دوزيام شوز هي لا سوسيولوجي، لان غير المجتمع ديالنا المغربي فكنلقاو فيه بزاف ديال الثقافات وبزاف ديال اللغات وبزاف ديال الاختلافات، وكل ثقافه الا وعندها واحد الرموز ديالها بوحدها. وهنا الماركتور كيخصو يكون فاهم هادشي باش كل ما يتكلم مع شي سيبل ولا شي ثقافه يتكلم معها بلغتها، ما كنتكلمش غير على اللغه يعني كدارجه، او مي لو ايت ديال داك الهيت ديال داك ديال كازاوي ماشي هو الهيت ديال فاسي، ماشي هو الهيت ديال صحراوي، ماشي هو الهيت ديال طنجاوي، ماشي هو الهيت واحد في الحسيمه والناظور، ماشي هو الهيت واحد في اكادير، يعني كيختلف. وهنا خصك تعرف تتكلم اللغه ديال المغاربه كاملين باختلاف الثقافات ديالهم. وعاد لا هضرنا او نيفو انترناسيونال، فهاديك فريمون كيكون حاضر لا سوسيولوجي خصها تكون حاضره وبقوه بزاف فاش غتولي لونتربريز ملتي ناسيونال وحاضره في بزاف ديال الدول. من بعد غادي نتكلم لكم اوسي على الويب ولا على لانفورماتيك، يعني خصو الماركتور يكون كيميتريزي بزاف لوتي انفورماتيك. علاش؟ لان بلانفوغرافي بزاف ديال اللوجيسيال كيخصو يكون كرياتور دو كونتوني، سواء الكونتوني اللي هو لا ريداكسيون ولا حتى الكونتوني فيزوييل، كري دي بوبليسيتي و كري دي انونس لونتربريز واللي قيسو الكونسوماتور. و فهاد لو كا بيان سور كيخصو يكون كيميتريزي لوتي انفورماتيك. كاتريامون، فالماركتور ما كيخدمش في السماء، فالماركتور الافكار ديالو لي تكنيك اللي كيابليكيهم في المارشي كيجيبهم من المارشي، يعني كينزل المارشي كيدير دي زيتود، كيخدم بالستاتستيك، كيخدم بالايكونومي، كيخدم بدي كالكول ماتيماتيك، وم هادوك لي كالكول كيخدم اوسي بلا بسيكولوجي بارفوا، بهادوك لي كالكول اللي كيدير منهم كيطلع بدي ريزولطا واللي كيترجمهم سو فورم ديال دي تكنيك ماركتينغ